نوجد معكم البنات صالاد على السريع اللي جد منعشة فيها كت المحتويات ديالها ليفخوي الحوت يعني فريمون غزاله هاد الصالاد انا كتحمقني. شنو كطلب؟ شويه الكروفات الخيار واحد جوج حبات ديال الافوكا حبه ديال التفاح الزبيب والكراب. شوفوا معايا الطريقه جد سهله. ديجا انا قطعت ووجدت هذاك الشيء فريمون البنات. هاد الصالاد يعني الا كليتيها ما كتحسيش بالصخفه، يعني فيها بزاف د الحوايج اللي مفيده. كروفيت كيف ما قلت لكم، زبيب، حبه ديال التفاح، جوج حبات ديال الافوكا، نص خياره، البنات اشنو كندير ليها كوم صوص؟ شويه المايونيز، شويه دانون وشويه العسل وكنخلطها. دابا ما غاديش نخلطها حتى وكان ما نديرش لاصوص حتى نبغي نحطها. كيف ما شفتوا معايا على السريع فريمون لذيذه وكتشهي. كيف ما كتشوفوا معايا البنات لاصوص اللي قلت لكم كنحتاجو معلقه ديال المايونيز، دانون، عسل، وكنخلطو هادشي كامل. كنكبو على الصالاد ديالي. ما شهيتكم يا البنات فريمون لذيذة ومنعشة، يعني متوفر فيها كل شيء، خضر وحوت وفواكه. السلطة ديالنا كتكون على هذا الشكل. بالصحة والراحة، نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم ويلقاكم في احسن صحة ان شاء الله. خليتكم في امان الله.